مية. هل هم نقدر نقول عنها هم من فترة وعدت ولا لا؟ يعني في لها مستقبل أو انه في مرحلة لها وعدت. رؤية لقدام؟ إيه يعني مرحلة ومشت بالتاريخ خلاص، لأن أول كنتوا تمثلون عن البيئة الشامية، المسلسلات المودرن، الحين ما نلقى هذه الأعمال أو نوعية هذه الأعمال. لا، أنا برأيي المسلسل البيئي الدمشقي إيه راح يبقى موجود، لأنه هو مسلسل جماهيرية، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، راح يبقى موجود أكيد ومطلوب، ولكن هي قلت بالفترة الأخيرة، اجت فترة كترت كثير. هلا بالفترة الأخيرة يعني صار في عم يحاول يصير في نوعية أكثر من كمية، ولكنه نوع مطلوب ومحبوب من الناس. نعم، بكل صراحة سامر، شلون شايف أو تقييمك للدراما السورية في ال10 سنوات الأخيرة؟ والله سنين الحرب يعني أثرت كثير على الدراما السورية، وطبعا هذا الشيء له أسباب كثير، وتحية للمنتجين والمخرجين والممثلين الذين لا زالوا مصرين على بقاء الدراما السورية وعم يدعموها لحتى تستمر على المحطات العربية. طبعا الحرب حرب، يعني بتاكل كل شيء بطريقة، صحيح. والحمد لله الدراما خف الإنتاج من 40 50 مسلسل بالسنة إلى 4 5 مسلسلات 10 مسلسلات، ولكن الحمد لله لا تزال الدراما السورية موجودة على المحطات العربية، وإن شاء الله كمان قريبا مع انتهاء الحرب في سوريا ترجع الدراما بتتألق أكثر وأكثر. على الأوضاع اللي الحين حاليا في سوريا مع وضع كورونا، أنت تتواصل مع ربعك، أهلك اللي هناك موجودين، شنو الأوضاع عندهم في هذا الزمن؟ على ما يبدو سوريا أقل بلد يعني دخل عليها الكورونا، فالحمد لله يعني وضعها أحسن من بكثير من بلدان.